بسم الله الرحمن الرحيم. باشمهندس محمد مجدي، انا محمد عزت. نتكلم عن البرزنتيشن بتاعتنا عن جهاز التدليت. البرزنتيشن هنتكلم فيها عن 7 حاجات. What is the delete؟ ايه هو التدليت ده؟ types of delete، انواعه، parts of delete، الاجزاء بتاعته بيتكون من ايه، how does the delete work، ازاي بيشتغل الجهاز ده، how use delete، ازاي بنقدر نستخدمه، advantage، الميزات بتاعته، و price، سعر. What is the delete؟ ايه هو delete؟ delete ده جهاز بنقدر نستخدمه في المساحة عشان نقدر نقيس angles. الجهاز ده بيتكون من تلسكوب. التلسكوب ده بيقدر يقيس زوايا vertically و horizontally. types of توليد، في منه نوعين، في منه الديجيتال والنون ديجيتال. النون ديجيتال ده بيبقى قليل في الاستخدام، الديجيتال ده بيبقى هو الأكتر استخدام. طبعا الديجيتال ده بيبقى متكون من تلسكوب وقاعدة وشاشة قراية، بتقدر تقيس الزوايا الأفقية والرأسية. التوليد بيقدر ان هو الديجيتال بيقدر ان هو يقيس قرايات اكثر دقة من القرايات اللي هي بيقيسها النون ديجيتال. بارتس اوف توليد، التوليد ده بيتكون من تلسكوب بيقدر يحدد منه الهدف، بيكون في الجزء العلوي من الجهاز. طبعا بيحتوي على فوكس اللي بيقدر يخلي الهدف بيبقى واضح اكتر، بقدر اتحكم منه. طبعا بيبقى فيه في مقابل عدسة تانية، العدسة دي هي اللي بتبقى بتقدر ان هي اللي بتبص على الهدف، انا ببقى ببص من الناحية التانية. طبعا التوليد ده بيبقى بحطه، بثبته ازاي؟ بثبته على حامل من 3 رجلين، بقدر ان انا احط الجهاز عليه من فوق وبثبته كويس، وبيبقى فيه مسمار من تحت بقدر ان انا اربطه منه عشان يبقى ثابت. طبعا زي ما باين هنا في الرسمة نقدر نوضح اكتر الاجزاء اللي متكون منها. الهاندل ده بيبقى فوق خالص في الجهاز، ده بقدر اشيل منه الجهاز، اقدر امسكه منه. التارجتنج سايت ده اللي هو بقدر احدد منه الهدف في الاول خالص عشان اعرف ابص على الهدف. اوبجكتيف لينس دي اللي هي بتبقى العدسه اللي من بره اللي بقدر اللي هي بتبص على الهدف، اللي بتبقى بره في التلسكوب يعني. ال سي دي ديسبلاي ده اللي هي بتبقى الشاشه اللي هي بتبقى الرقمين اللي بيبان عليها الارقام. اوبريتنج كيز ده اللي هي المفاتيح طبعا اللي هي بتبقى الزراير قصدي. سيركلر فيل ده اللي هو المسامير اللي هي بتبقى بتقدر تنزل ترفع الجهاز وتنزله. تربيد بيس بليد ده اللي هو القاعدة بتاعت الجهاز. طبعا في هنا هاندل سكرو ده اللي هي بتبقى نقطة التمركز، دي بتبقى فوق كده في الجهاز. هوريزونتال فاين موشن دي اللي هي بتبقى تحرك الجهاز حركة بسيطة قوي، بتبقى حركة طبعا هوريزونتال. هوريزونتال كالم ده اللي هو بيقدر يقفل الحركة دي ما يخليهاش ان هي تتحرك تيجي يمين او شمال. بس كده. هنا بقى how does توليد work. في التوليد هنا بستخدم 3 حاجات اللي هم الاوبتيكال بالم، اسبيرت بابلز، وجرافيتد سيركل. دول 3 كونستنت عندي بستخدمهم ان اجيب انجل، ودول بيكونوا ليهم زي سيت اب معينه. السيت اب دي لازم تكون جاهزه وبقدر ان انا اظبطها وتكون تمام عشان اعرف اقيس بطريقه صح، الطريقه يعني ما تخلينيش ان انا اعيد القرايات دي مره تانية. طبعا هنا بقى هاو تو يوز تو ريد، ازاي بقدر استخدم الجهاز. اول حاجه ببدا ان انا احدد النقطه اللي انا احط عليها الجهاز، ببدا اعلمها بعلامه. بعد كده ابدا ان انا اجيب الحامل اللي هو اللي انا بحط الجهاز عليه، ببدأ ان انا افتحه،
بعد كده ارفع ارفعه لغاية مستوى دقني، بعد كده ابدأ ان انا افتح الحمل ده بحيث ان هو يكون العلامة اللي انا علمتها دي تكون في النص. بعد كده ببدأ ان انا اثبت الجهاز احطه على الحامل، بعد كده ببدأ ان انا اربطه بالمسمار اللي هو اللي تحت، اربطه كويس لغاية ما اتأكد ان هو بقى ثابت وتمام. بعد كده ببدأ اظبط الجهاز بتاعي. اول حاجة ببدأ ان انا بعد كده ببص من مسمار التسامت، ببص بحيث ان هو يكون مظبوط على النقطة اللي هي تحت الجهاز، يكون عليها بالظبط. بعد كده ببدأ أظبط عندي ميزانين مية، ببدأ أظبطهم ميزان اللي هو vertically وميزان اللي هو الهوريزونتال. الهوريزونتال ده بظبطه ازاي؟ أول حاجة بظبطه عن طريق إن الرجلين، ببدأ أظبط الرجلين بحيث إن هي البابلز دي تخش في النص، تحس إن هي تبقى في النص. بالنسبة بقى للفيرتيكالي بظبطها عن طريق اللي هما التلات مسامير، بخلي الجهاز موازي المسمارين، وبعد كده ببدأ أظبط المسمارين دول لغاية ما يجي على مستوى رأسي، بعد كده ببدأ أحرك المسمار التالت لغاية ما الفقاعة دي تخش في النص بس. وبعد كده ببدأ أخلي الجهاز كده بقى يبقى مظبوط، أقدر بقى أبدأ إن أنا إيه أشتغل. هنا بقى الادفانتج اوف تريد، اول حاجه بيبقى الدقه طبعا بتكون اكبر عن اي جهاز تاني، طبعا بيبقى الاكيرسي بتاعته بتكون عاليه، الكترونيك ريدنج دي بتخلي ما فيش ايرور عندي كتير قوي. هوريزونتال سيركلز كان بي انستيلي زيرو، دي بتخلي ممكن ان انا اقدر اصفر الجهاز، وبتخلي طبعا ان انا اقدر اخد قرايات كتيرة متعددة طبعا. ده طبعا بيخلي عندي الحسابات عندي بتكون فيها دقة اعلى. بعد كده فاينالي اتس برايس، السعر بقى بتاع توليد من 370 ل 470 دولار للقطعة الواحدة.